الكلب البري الإفريقي هو نوع من الكلاب البرية الأصلية لقارة إفريقيا، وهي تعيش على شكل مجموعات اجتماعية ومنتظمة ومتعاونة. ما يميز الكلب الإفريقي هو اللون وتواجد بقع بيضاء وسوداء على هذا النوع، كما تعتبر من أكثر الصيادين النشيطين في المنطقة. تتغذى على مجموعة من الحيوانات الصغيرة مثل الغزلان وصغار الجاموس، وكذلك صغار الزرافة وحيوانات أخرى. أما في هذا الفيديو لم تستطع الوصول إلى فريستها لأن الماعز الجبلي ذكي وقادر على تسلق المنحدرات الصعبة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وشكراً لكم جميعاً.